ياسين ومنعم قدما من جنوب تونس، بالموسيقى يلهمان، بالعود يقنعان، وبالنوتة يتكلمان. منعم ورتاني وياسين الأحميدي جاء معنا اليوم ليشاركانا منصة مبادرة مناظرة، وهذا قولي لمن في الحكم. سلام على هذا سكون، سلام على العرب الصامتين، سلام على هذا الخفوت، سلام على أشباه المسلمين. بئس النظام إذا تجبر حكمه، فغدا على أهل البلاد كئيبا. يا من قتلتم دون قلب أمة، وذبحتم صبيانهم وشبيبا، كفوا عن التقتيل يا ويل الذي لم يخش ربا للعباد مصيرا. يا حاكم أبشر بالبوار أقولها، قد كان ربك شاهدا وحسيبا. لكنها الأيام خير شواهد، من كان رمز القتل مات صليبا. شكراً لكما منعم ورتاني وياسين الأحميدي من جنوب تونس على هذا العرض الجميل.